أعزائي مشاهدي ومتابعي مصر اليوم، مساء الخير عليكم وأهلا بحضراتكم في لايف جديد من محافظة الأردقالية. النهاردة موجودين معكم في من قرية بالدين، أحد القرى التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الأردقالية. يعني النهاردة قرية بالدين النهاردة عاملة كوافل مساعدات إنسانية لأهالي غزة النهاردة بالتبرعات، مع يعني بيت المال الخاص هنا بالقرية. الكل هنا يعني أي منذ صباح اليوم بيحاول يجمع يعني المساعدات، بيجمع المساعدات في الشاحنات التي توجه بعد قليل الى الحدود المصرية مع غزة في رفح، ويسلموا المساعدات لأهالينا واخواتنا من اهالي غزة. يعني القرية كلها النهاردة مجتمعة يعني مع بيت المال المسلمين بقرية بالدين، وباشتراك مع حياة كريمة اللي بتشارك النهاردة في الحملة للقافلات اللي موجودة وبتجمع من اهالي القرية. النهارده هيبقى معانا استاذ علي احد المسؤولين عن القافله. استاذ خالد علي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على عبد الحافظ، عضو مؤسسه بيت مال المسلمين بالدين وجمعيه الرعايه الاجتماعيه، وطبعا مسؤول متابعه مؤسسه الحياه الكريمه مركز المنصوره محل الدمنة. هنا طبعا احنا يمكن الحمله بادئه من قبل رمضان، اهل بالدين واهل العزب. يمكن احنا يعني مقربين على شهر ونص، والحمد لله كان في تفاعل كتير من اهل البلد. وطبعا كان مشارك في بدايه انطلاق المبادره لاحد ابنائنا في دوله فرنسا، لان احنا طبعا بلدنا بالدين بتتميز ان فيها سفراء كتير في الخارج ودايما نشيطين في المجتمع المدني، واحنا كان بادئين بقالنا 4 5 سنين أو 6 سنين في بيت مال المسلمين. كان في تفاعل كتير جدا وفي ثقه، ودايما بنساهم وبنشارك في طبعا اي حاجه خيريه في البلد. وتجلى طبعا موضوع غزه زي ما تاثرت الناس كلها بالمناظر طبعا الموجوده على شاشات التلفزيون وصور الاطفال وكده. فطبعا ده كان رد فعل طبيعي، واحنا شعب عاطفي بالذات طبعا يعني مثلا المنطقه الريفيه طبعا بتبقى اكثر عاطفيه، وبالتالي بداوا ان هم طبعا نبدا الحمله ديت. وبدا مؤسسه بيت مال المسلمين بالدين يدش الموضوع مع اعضائه كلهم، وبدانا لفينا وجبنا الشوارع وطبعا لفينا البيوت كلها، والحمد لله حصل تجاوب. وطبعا مش عايز اقول لحضرتك ان التبرعات وصلت لمبلغ كبير جدا. يعني تقريبا التبرعات يعني اقترب من 3 مليون ونص. 3 مليون ونص. وطبعا عملنا اكتر ما يقترب من 100 طن، يعني في 4 شواحن النهارده. 4 شاحنات بالظبط للات بطول 12 متر، هيحملوا كل الحاجات دي ان شاء الله وسافروا على المعبر. وده طبعا احد بكرات التعاون المثمر اللي بيربط بيت مال المسلمين بالدين وبين مؤسسه حياه كريمه كمؤسسه طبعا لها اسمها ولها تقولها على مستوى الدوله. اول قافله بتطلع النهارده من قريه بالدين ولا في سبق قبل كده لكم حاجه؟ الله، اول قريه، اول قافله. في معاكم يعني قرى ثانيه اشتركت معاكم ولا بالدين بس؟ اهل العزب برضه، يعني عزب اسكندر وعزب رفله وعزب دي كده، مع طبعا قريه الام قريه بالدين. يعني زي ما احنا شايفين عمليات تواصل يعني الشاحنات الان وتعبئه الشاحنات متواصله الان بقريه بالدين لتعبئه الشاحنات، علشان يعني 5 شاحنات تقريبا هتنطلق بعد قليل للحدود المصريه مع رفح ودخول المساعدات الانسانيه. معانا كمان احد المسؤولين عن الحمله في المساعدات الانسانيه. حضرتك هيثم عاطف، احكي لنا بقى النهارده بديتوا من الساعه كام التعبئه النهارده؟ لا احنا النهارده صاحيين بدري، وغير التغليف بادئين من اول رمضان ان شاء الله بدايه الحمله. طبعا بدا من اول رمضان. من اول رمضان ان شاء الله. كان في استجابه يعني من اهالي القريه وطلبونا ان احنا نلم دعما لاهالي غزه. طبعا بالاضافه الى قريه شبرا جنبنا، عزبه اسكندر، عندنا عزبه رفله، طبعا بالاضافه الى جلب الدين بالخارج وجلب فرنسا. كله بيساعد، كله ساعد الحمد لله بفضل الله. كان مجهود كبير، نشكر الناس يعني اهل البلد برضه تجاوبوا معانا وتعاطفوا معانا. واللي ما كانش قادر يعني كان بيقدر بالدعاء. بالظبط، حتى لو ما كانش قادر بيحاول يشيل يساعد. طبعا غير مجهود الشباب طبعا معانا. عملت حته الميه. طيب احنا كده برضه هنخش عند الشاحنات ونشوف المساعدات شغاله. يعني ما زلنا مستمرين معاكم في يعني قريه بالدين، احد القرى اللي بتساعد بكوافل 5 شاحنات
تتوجه إلى الحدود المصرية برفح لدخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة لمساعدتهم في الحرب اللي بتشهدها منذ يعني أكثر من 6 شهور. يعني زي ما احنا شايفين الشباب القرية كلهم الآن واقفين أمام الشاحنات والتعبئة. يعني الشاحنات تمتلئ من سكر وزيت وبطاطين ومية ويعني عدد من يعني مساعدات يعني في بقليات، يعني كل ما يستلزم يعني المواطن في أهالي غزة بيحاولوا هنا إن هم يعني يساعدوا به من أهالي قرية بالدين. زي ما احنا شايفين الآن بيتم رفع المساعدات الإنسانية للشاحنات علشان يتم توجيهها بعد قليل للحدود المصرية. يعني انتوا يا شباب معانا من اهل من قريه بالدين، بتعملوا ايه بقى النهارده في المعاش مع المساعدات دي؟ ان شاء الله خلاص اليوم الختام بقى اخر يوم بنسلم الحاجه ان شاء الله توصل بالسلامه لاهلنا في غزه. نساعدهم، ده اقل حاجه نقدر نقدمها لهم، دي الحاجه الوحيده يعني اللي نقدر نقدمها ونساعد. نوع المساعده اللي انت بتقدمها لهم انت وزمايلك؟ طبعا احنا اشتغلنا من اول يوم، كنا معانا من اول فتره. بدانا نلم الشباب كلها كانوا معانا هنا، بدانا نلم من الاهالي ونجيب فلوس مثلا ومواد غذائيه. وبدأنا دي كانت اول مرحله، رجعنا بعد كده صنفنا كل حاجه لوحدها ورجعنا عبينا كل حاجه مع يعني قسمنا كل حاجه لوحدها وعبيناها، وبعدين رجعنا تاني بقى المرحله واحنا بنعبي الكراتين بنعبي البلكات بنعمل كل حاجه، وان شاء الله ده اخر يوم ودي المرحله الاخيره معانا. اللي ما بيساعدش مثلا بسواء اي مساعدات بيحاول يساعد بايده. انا شايف يعني الناس اللي ما بتقدرش تساعد ماديا او اهم حاجه مش اهل البلد. طبعا اكيد اهل البلد مشكور بصراحه مجهود كبير، تمام. طبعا كل واحد ساهم معانا بصراحه. شكرا لكم. لا شكرا. يعني زي ما احنا شفنا يعني شباب اهالي القرية اللي بيحاولوا يساعدهم، ويقولوا كمان اللي ما بيقدرش يساعد سواء ماديا او يطلع حاجة من المستلزمات اللي مطلوبة في لاهلينا في غزة بيحاول ان هو يساعد يعني الشيل والتعبئة علشان يعني يشارك في القوافل الخيرية اللي بتطلع لاهلينا في غزة. أعزائي مشاهدي ومتابعي مصر اليوم، شكرا لحضراتكم وانتظرونا في تغطية أخرى من محافظة الدقهلية.